طريقتنا يسمى طريقة أكابيلا. أكابيلا معناتها بس كورال من دون أي نوع من آلات موسيقية، معمول هارموني، القواعد العالمية الهارموني استخدمناه بالعربي. السر بالجمال الصوت اللي عم تسمعه أنت هو الوحدة، مش نوعية صوت كل شخص وحده، هو كيف عم يقدروا يعملوا هارموني مع بعض. هيدا اللي الجمهور بيسمعه بيحس حلو، بيفكر انه اوف شو هالاصوات الرهيبه. هو كل حدا وحده صوته مش حلو، بس طريقه اللي عم يندمجوا فيها اصواتهم مع بعض هيدا اللي بيرن بأذن المستمع. في لحن اساسي، شخص عم بيغني او فريق عم بيغنوا لحن الاساسي، في الات موسيقيه بيرافقوا هيدا اللحن بدال الالات الموسيقيه، هن بني ادمين اللي يعتبر كمان آلة موسيقية. الجسم هي الآلة الموسيقية، وهذا الآلة الموسيقية لا يروى عليه لأنه الله خلق هالآلة، باقي الأمور نحن اخترعناه. وقت اللي واحد عم بيغني أو فريق عم بيغنوا، المرافقين لهم آلات موسيقية بشر. سبع ألحان مختلفة عم بيغنوا سوا، هون اللي بيخلق الموسيقى. طلعت يا ما حلا نور شمس الشموس، يلا بنا نبلا ونغلق لبال الجاموس. فترة كان غريب بالنسبة لألون، لأنه هيك كانوا بيطلعوا، كانوا بيحاولوا يدوروا عائلة موسيقية عم بيعزف من ورانا، لأنه الأصوات بس اندمج ببعض يخلق التناسق الأصوات، بيفكروا أنه في موسيقى. بس على الوقت بلشوا يتقبلوا. بصراحة بحفلاتنا نعتبرها حفلات ثقافية 100%، نشرح للجمهور كيف مفروض يسمعوا، شو الاشياء اللي مفروض يلفت نظرهم بالحفلة، كيف بيقيموا. وهلا صار عنا شعب كتير بصراحة مثقف وبيعرف كتير شو معناتها الفن الكورالي، خاصة بطرابلس. شارك بتأسيس عدد مش قليل أبدا من الكورالات بالعالم العربي، يلي شافوا لأول مرة فكرة الأكابيلا العربي بكورال فيحاء وحبوا يعملوا هن الشيء. جينا اتصالات من كتير دول عربية، من المغرب إجا، من الإمارات، من مصر، من الجزائر، من سوريا، يعني من كتير دول طلبوا مساعدة كورال فيحاء تيقدروا يعملوا هيدي التجربة ينفذوها ببلادهم.
وفعلا صارت، وصرنا نحن هلا اصحاب مع كثير فرق تاسست من وراء فكره كورال الفيحاء. نحن بنعتبر انه في على عاتقنا حمله، يعني التراث العربي بشكل عام حاملينها ورايحين بشكل عام. موسيقى العربيه منلاقي الاغاني اللي اجمالا مش مسموع، وبالعكس كمان مزبوط في اغاني مرات كثير مسموع منوزعها مشان نفرجي الجمهور هيدا الغنية ممكن تغير طريقتها وقت اللي بيصير في هارموني. لانه علينا واجب انه وقت اللي بنطلع باوروبا او بامريكا بنفرجيه هون التراث العربي بشكل عام.